السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زمان وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. النهارده يا جماعه حلقه تحدي جديده بمناسبه التحديات. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا مش هنبطل تحديات، على قد ما نقدر هننزل كل يوم حلقه، تمام، سواء على القناه دي او على القناه دي الصوت. طبعا النهارده معانا محمود السواق بتاع المزرعه هنا، تمام، ومنورنا طبعا. جاهز هنعمل قرعه؟ لا لما نعمل قرعه بقى، طيب نعمل قرعه بقى كده ونفوق لك عشان انت كنت بتهزري. والله يا ابني تمام، كانت بتفوت ام زياد. اول واحده بتفوت وتلاقي اول واحده برضه ام زياد سمر. طبعا احسن حاجه ان انتوا سته، زياد، اسلام، ابراهيم، محمود، تمام كده. طبق كل واحد طبق ورا، يلا طبق تمام كده، خد دول تمام كده. جاهزين؟ ورقة ولا حد عارف حاجة. لا صح؟ ادي اتنين. ايوه صح، الاتنين اللي نختارهم يقفوا قصاد بعض. ماشي، حرام عليك يا محمود. ليه يا محمود كده؟ ليه يا جماعة؟ اسلام مع زياء. ايوه انتوا الاتنين بتنتقموا. والله لا تروق. مين؟ عادي. اتنين تانيين. اتنين تانيين. اسمعني. بس يا سي. ما بنحسش. ام زيد اللي طبقها دي. دي اتكلكعت. محمود. يلا يا محمود. يا سارة مين. اني دي. وربنا اني شال اللي مطبقها كده. اهو. صمو. لا يا محمود اتطورت. يبقى في الاخر ام زياد وابراهيم الاثنين اللي بيعزوا بعض، وقفوا قصاد بعض. لما تشغل الدنيا مع بعض اهدى. ايوه هي، ما هو ده اللي هيحصل. دماغي تمام. وانت ايدك كده بقى ما تعكس عشان ايدي وجعتني. هو انا برضه والله. تمام يلا. زيو زيهم ازاي؟ ايوه كده. ايوه كده. الله ينور عليك. طب ازاي يعني؟ لا ما نعرفش كده. لا عاكس بس كابتن. انا ايديا وجعاني كمان يا عم. طب ما دي ايدي اللي وجعاني يا رب. جاهزين؟ طبعا يا جماعه هنقول ابتدي. كل واحد ارجعوا لورا شويه هناك كده. كده يا كابتن يعني؟ ارجعوا ورا شويه. لا 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 يعني بالراحه. انتوا اوقفوا انتوا. يا ام زياد هو الغباء ركبك انت زي زياد. ارجعوا ورا شويه. اه يا كابتن وربنا. تمام كده. هنعد ثلاثة ونقول ابتدي. كل واحد هيضرب كلنا مع بعض. أيوه. أيوه. اه تمام. بس بالترتيب يعني، مفيش، مش عايزين يبقى فيه لخفنة. تمام. ونشوف مين اللي هيلم ايده الاثنين ويعمل كده. تمام. هيبقى خسران. معاكم 60 ثانية. معاكم 60 ثانية. دي أول جولة. تمام. أول جولة 60 ثانية. هنبدأ نقول ابتدي. تمام. هتبداوا تشتغلوا في ال 60 ثانيه دولت. لازم تطلع اللي قصادك والا تكونوا انتوا الاثنين خسرانين. تمام. تخبي ايدك يا محمود. جاهزين؟ جاهزين يا كابتن. مين اللي يبتدي؟ منين نبدا؟ منين اول ما نتكل على العداد؟ اول ما نضغط. منين؟ من هنا كله مع بعضه. اه اول ما نضغط على العداد كله هيبدا. اللي هيتلخفن الاثنين خسرانين. تمام. اللي هيتلخفن الاثنين خسرانين. تمام. اللي هيتلخفن ده خسران. بس ما هو اللي هيتلخفن خسران. اه لوحده. لوحده. اه تمام. اللي هيتلخفن خسران. تمام. اللي هيشيل ايده الاثنين. جاهزين؟ جاهزين. ابدا. يا ابراهيم. انت عايز تكسب يا محمود وربنا. صوتك ربنا انت تبارك. حد صديق هقول على ايدي الثانيه. مفيش تحديد. الكاميرا تروح قدام هناك. يلا. ها فين الرجاله؟ الرجاله 33 ثانيه عدى نص الوقت.
عايز واحد يكسب يا جماعه. بتضرب غبات. انا عايز تكسب والله. والله ما بنحس مود اللي هيخسر دلوقتي. مفيش حد يطلع خالص. انت كده بتضرب يا زياد. يا اختي كميله. انا خلاص بقى. يلا هي متعوره. يلا هي متعوره. انت بتوقف ده الوقت. ما هو ده متعوره. هو بيتغاب. ستوب يا كابتن. انت شال ايده. انا لا يا جماعه هيطلع كله ميه. ستوب. زي ما انتم. زي ما انتم. لا كابتن لا بلاش ضرب الجامد كده. زي ما انتم. بص اللي جاب الدم. جاهزين؟ يلا يا ابني. دي اول مرحله. اه دي اول مرحله. خليه يحط ايده. يلا يا باشا. يلا يا باشا. ده عشان الدم تعور. جاهزين؟ جاهزين يا كابتن. ازاي يعني؟ واحد اثنين ثلاثه. برضه يا ابني لو قلت ابتدي وما اشتغلش هتطلع. هو يا انا مجرد. واحد اثنين ثلاثه. مش شغال باليد دي يعني. ابدا. ابدا يا كابتن. خليه يحط ايده يا كابتن. يلا يا عم. خلاص راح تضرب الشيب. احمر يا اسلام ولا يا عم. خلص بقى. ستوب. زياد واسلام بره. يا كابتن مش راضي يحط ايده. انا حدد ايدي اهو. زياد واسلام بره. انا حدد ايدي اول. مش راضي يحط ايدك. كبيره وبتستحمل يا ابراهيم. ما بره ايه؟ ده انتوا بره تقفوا على جنب دلوقتي. انتوا هنعزوكوا. هتعدوا من النص. لا يا كابتن. ايوه معاك. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. واحد اثنين ثلاثه. المزيات تطلع بره. جاهزين؟ جاهزين. انا محمود بس. واحد اثنين ثلاثه. ابدا يا اختي كميله. لو قلت الكلام لو اتكلمت تطلع. لا كفايه. طلعتي؟ يلا كابتن. طبعا محمود كده يا جماعه يعتبر الكسبان لحد دلوقتي. تمام. اطلع بره محمود. ده يا ولد ما رضيش يحط ايده. صبرك بالله. صبرك بالله. كسبتك اهو. صبرك بالله. صبرك بالله. محمود كده طلع بره خالص. تعالوا انتوا الثلاثه كده يا جماعه. تمام. وانت يا مسمر معاهم. تمام. ابراهيم عشان ما قداموش حد. تمام. انا ام زياد. قولوا هنعمل ايه. محمود كسب. تمام. تعالى ابراهيم انت ما قدامكش حد هنا. انتوا الاربعه خسرانين. تمام. تمام. محمود. كابتن شوف حل في زياد بقى يا كابتن. ده يا كابتن. ما هنعمله بدل الايه؟ زياد يجي قدام ام زياد. يلا جاهزين؟ في الاخر يا جماعه هيبقى في حكم على كل واحد. انتوا اللي هتحكموه لان تعتبروا انتوا الكسبانين. كسبتك يا محمود فما تحكمش. انا ما ضربتش. جاهزين؟ جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثة ابدا. لا لا لا. سمر بره. ستوب. لا انت سمر بره. اسلام كسبان. تعالى هنا. انت كده طلعتي بره خالص. بره بره حبيبي. جاهزين؟ ابدا. فتح انت شبه المنخلوق. لو عدى الدقيقة هتبقوا انتوا الاثنين خسرانين لو مفيش حد طلع. ام زياد هنديك انا الكسبان. ام زياد. لا ام زياد هتتحمل على فكرة. ام زياد جدع. اديله. ستوب. اتلخبن اتلخبن. زياد خسراء. مبروك يا ام زياد. تعالي هنا. احسن يا اخي احسن. متغزل ليه؟ انت متغزل ليه؟ انت متغزل ليه يا بيضا؟ تعالي هنا يا سمو. تعالي زياد. لا ما هيحكموا علينا. بص يا محمود هتحكم حكم على زياد يعمله دلوقتي بس بسرعه. محمود خلي بالك انا كسبت. اجري خد المظبوط دي كده. اللي انت شايفه. لف يا اسلام لفتين كده. اسلام لف لفتين ازاي بقى؟ كده من اول كده جاري من الجنب كده جاري. اه وتيجي من كده وتلف كده وتيجي وكده وتلف. لا بلاش انا جاري. نفذ لفتين. اه حكم بسيط. ده جاري. ايه ده؟ حكم بسيط. جاري يا بطير. محمود اوعى تيجي عليا يا محمود. انا كسرت. حبيبي حبيبي. جاري. انا ما جيتش غير السحلقه والترنجيه تاني. يلا ها اجري. ها هما كلهم هيحكموا عليك. يلا اسرع قدامي لك شويه.
حتى اسلام وكله هيحكم علينا. يلا كسبتك يا محمود. واحد يلعب من هنا كده. حكم على سماء. نجي نعملك كوباية شاي. انت بتعز الشاي. ايه رأيك؟ كوباية احمر. لا 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 لا، احنا عايزين حكم سريع. طب نقول لها تعمل ايه طيب؟ مش حاجة. اللي انت شايفه. لا يا رب تقول لها تطلع تمشي على سور المزرعة. لا يا كابتن مش للدرجة. ملناش فيه. محمود انا كسبتك. زي زياد بقى. تجري برضه؟ لا ما ينفعش انا جاري. طب ما هنقول لك ايه؟ منسحبة؟ لا مش حكاية كده بس. منسحبة؟ تجري يا طب. بس لازم جاري. هو الراجل حكمه كده. احنا مروحين مع بعض. هو اللي بيسوق. انت اللي بتسوق. مرتين. واحد اثنين. اصبر عليا. ثلاثة. اصبر بس يا محمود عليا. هو ده جر يا اخت كميلة. اجري لحد الاخر. ايوه اجري. مرة واحدة يلا. ها مع بعض. انت لسه شفتوا حاجة انت وزياد؟ ده لسه جاي الدور على اسلام وزياد. حكم علي. ايه؟ والاربعة يحكموا علينا؟ اه. انت اللي وريتوني دول. جهزوا حكمك يا وزياد. حرام والله. حكمك يا وزياد على زياد. الكاوتشتين اللي هم تحت المفرجات تقول تعالى اجري بيهم. شيل الكاوتشتين واجري بيهم. انت بتنتقم وربنا انت بتنتقم. جهزي حكمك لصم. صغيرين. جهزي حكمك. كبار يا زياد الصغير. جهزي حكمك لصم. ماشي. ما تبكيش عليا يا زياد. احنا مروحين يا حود. خرجين ميه بس ماشي. انا هنشر. كمل انا. يلا. جاهز. ابدا. شايل فرقتك فرقتك. البس ايوه كده اجري. يلف كام لفه يا ام زياد؟ اثنين. لفتين يلا. ايه والله يا ام زياد انتهى. اجري بس انا فضيتهم من الميه خلاص. يلا كمان لفه. ايه اجري. كبير. سمر يا جماعه واقفه تتحايل على الناس اللي هتحكم عليها. اجري بس حط الكوتش مكانه. ايه ده مكانهم؟ حكمك ايه على سمر؟ تاخد كاوتشه من دي وتفرها قدامها وتجري بيها. خدي كاوتشه وفريها يلا وارجع. مره واحده. مره واحده يا سمر. يلا كاوتشه بقى الكبيره اللي فيها كده واجري بيها لحد هناك. ايوه عشان ام زياد ومزاجها. اول ما تروح نقول له الحقيقه اهي. يلا حبيبي طيب ماشي. يلا يا مورا يلا 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 مورا. ها الكبيره سامة. هي دي حلوه حلوه حلوه. يلا سامة. يلا ماشي. يلا واحد اتنين تلاته. العبيطه اهي. ايه العبيطه؟ العبيطه اهي. العبيطه اهي. كملي ما تسيبيش الحكم. كملي ما تسيبيش الحكم. ما تسيبيش الحكم يلا. ايه كملي للاخر. لا للاخر. يلا لو سبت الفرده طلعت تطلع. العبيطه اهي. ايه العبيطه اهي. ايه العبيطه اهي. يلا بسرعه تعالي. العبيطه اهي. العبيطه اهي. العبيطه اهي. العبيطه اهي. هات الفرده. العبيطه اهي. يلا يلا بسرعه 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 بسرعه. دوسي دبرياش شوي. اجري. دوسي بنزين. خش على ابراهيم. لا والله حرام عليك. تحكم على زياد بيه يا ابراهيم. يمشي على السور. ماشي فين؟ على السور ده. اطلع مشي على السور. السوق؟ اه. يجري ولا يمشي؟ لا يمشي بالراحه يا اخي. يمشي بالراحه يا اخي. بس يا رب بس يا رب. اوعى تدوس على الماسوره. يا ربنا. والله لكم يوم ربنا. كل واحد ساعه يوم. جاهز؟ جاهز يا كابتن. واحد اثنين. حد فين بس؟ حد لا يلا. واحد اثنين ثلاثة. والنبي وانت بتقع تقع على بره بلاش على جوه. يلا واحد اثنين ثلاثة ابتدي. يلا يلا يلا.
مش كان قاعد فوق من الادوار العليا من دخل لما بص ده معلش ما تبص يلا ها جاهز بص اشرحلي بص اشتحت ومشيت وبعدين يعني سواني كده هنا على الشاشة يلا شاطر شاطر ولا برافو ولا مشكلة لو وقعتوا على بره نار السويق اليافطة اليافطة لا ترجع من اليافطة رجلي لزقت فيها شبط يلا ها كمل هتجيب مسامير صغيرة يلا يا زيز يلا تعالوا دول يا زيز هم لهم يوم على فكرة جدع يالا راجل يالا راجل يالا الواد ده طول عمره بيمشي على الحبل وهو صغير والله الواد ده كان شغال في السيرك والله راجل يالا برافو يالا شاطر يالا ايوه كده يالا وريهم يالا الرجوله يالا ها وريهم الرجوله يالا راجل يالا زياد يالا لو لسه سلاح ماشي ازاي راجل يا صبر الشنطه وكش جواها ويقفل عليه يلا كمل 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 ايوه زوز كمل لا همسك في الشجر همسك في الشجر همسك في الشجر في الشجر اخده ونزل بس كمل يلا برافو شاطر 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 ارجع على ارجع للاخر شاطر شاطر يالا راجل يالا شجرة ايه يا هبل انت تاخدنا تنزل الشجرة دي انت اللي بتمسك فيها اسلاء يلا يلا ها ها ماشي الفرافير هو ده ايه ده انت ماشي بالعرض عشان لو وقعت ما نقعش على ظهري نقع على وشي لا احنا عايزينك على ظهرك عشان هنا في شجر وفي كراسي طب ما هنا في كرومبو وبلاوس لا انزل عليه مش مهم يلا يلا ها برافو برافو يالا راجل يالا راجل يالا ايوه لا 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 الله انا عارف بقى احكم على سمره بقى عارف بقى نحكم على ايه والله انا بنعمل لك شاي انت واقف ايه مش عارف نحكم على ايه احكم ان انت بنعمل لك كوبايه الشاي برضه ونصوره مع بعض رأي ده ما خش عند الفرصه دي خش عند الفرصه دي ده لا يا اخي جزت ماي على دماغك جزت ماي ماشي نبوس ايدي ماشي نمشي هتجيب ازازه ميه وتحطها على دماغك وتمشي بيها لا يا بابا مش هتوقع لا ما تمسكي ما قالكيش سيبيها ولا امسكيها انت مالك مش الدرجه دي يا جماعه مستهيفين بيها والله نعمل عجله وازازه ميه يلا ها لا يا كابتن هي هتجيبها هتجيبها تاخد ازازه ميه دلوقتي وتمسكها وهي مقفوله يعني؟ ايوه بلاش شويه عشان ما تدوس ايوه ايوه ماشي 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 حلو خالص هاتي ازازه لا روحي انت هاتي ازازه الميه تروح بقى لحد اليافطه ماشي لكم يوم يلا يلا ده حيكم ساهي جاهز طب انا زعلان نقول له ازاي الشنطه العربيه روح بس ماي ايه ده ماشي ازاي زمان ماشي يلا يلا جري جري ولا ماشي لا ماشي بالراحه ماشي بالراحه يا اختي يا حني يا حني يلا يا قلبي الناس انت طول النهار عماله تقولي بلاش ابراهيم بلاش ابراهيم اه طلع حن واحد يلا يا حني لحد فين لحد اليافطه اليافطه دي طب سهل يا لهوي ده الناس كلها بتقول عليك شرير والله العظيم حرام والنبي مش دي عبيطه وهبله اللي ماشيه بالجزازه دي ماشي ماشي لا اليافطه اللي هناك هو قال دي اليافطه اللي هناك لا انت قلت دي ماشي 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 انت جيت يعني على دي قلبك قاسي عليها انت من الصبح قلبك طيب جدع دخيل على سلاق يلا زياد افتح كده شنطه العربيه حبيبي وخش نام فيها واقفل على نفسك يا لحد قد ايه بقى يلا هتحكم على زياد بيه هيفتح شنطه العربيه ويخش ينام فيها ويفرح. بس كده هات مفتاح العربيه سهلة خالص ما تقدرش تغير حاجة قولوا عليا عبيطة قدام الناس كده وانت اشربي ازازة مية على البيت لا دي اه يلا جهزي نفسك ريتل لا يا كابتن هو قال دي هات هات زياد هات هات انت عايز زياد يخش في العربية لا هات زياد هات هات اهو خش زياد جوه العربية وصل خش خش يا زياد طب في صليبة هنا خش يا زياد على الصليبة خش يا زياد اقلع 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 شبشب
ادي الشبشب والله يا زوزه انا لقيت لك حكم حلو وعيدك يا سلام وعيدك يا استنى بقى كده بس والله خش ده في ميه هنا يا خش خلص طبعا خلصنا من زياد يا جماعه كده زياد حط اسلام حكم عليه ان هو يخش زياد انت في شنطه العربيه ها خليك زي ما انت طيب ماشي انت نمت ولا ايه لا والله انا قاعد شويه طب زي ما انت بقى كده طلبته ما ياخد دوس سمك وايده طلبتها انا واد او نوت اساس ميه بقى المطبخ بالله عليك والله انا بقى المطبخ زي ما انت يا زوز العقم ده اتزال عليك طبعا يا جماعه زياد اسلام حكم عليه ان هو يخش في شنطه العربيه تمام وحكمت على سمر ايه تشرب الميه دي خلاص تشرب ازازه الميه اشرب ازازه الميه والنبي حكم ناس هايفه تعالى مين والله لو انا كنت حكمت عليها تنزل الترعه كلها والله لو انا كنت حكمت عليها تنزل الترعه تصدق ده تعيس فتي خلاص اهو يا سلام شربت نصها اكتر من نصها يلا انجز يا سامو كده خلاص ماشي خلاص هو ده حكمك سيب بقى تعال تعال نكمله لعب احنا زياد زياد مين بقى تعال نكمله لعبه يا جماعه طبعا دلوقتي انت سمر طلعتي بره ليه ما دلوقتي انتوا متعادلين مع بعض ما خلاص كده حكمنا عليك انت جاي تحكموا عليك بس دلوقتي انتوا متعادلين يا جماعه تمام جاهزين لا بلاش لا بلاش دي جاهزين جاهزين دلوقتي المطلوب منكم حاجه واحده بس تمام كل واحد هيعمل حاجه لو قدر يعملها يبقى هو الكسبان ما قدرش يعملها تمام يبقى طلع من اللعبه لان طبعا معروف ان اي لعبه بيطلع منها واحد بس الكسبان تمام هنحكمه مطلوب منكم تعمل 10 مرات ضغط كلنا نبدا انت مش هينفع انت مش ممكن تعملي بس مش هيجي قدام الكاميرا تمام جاهز ابدا عشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة برافو محمود يلا سلام يلا سلام تعبتها ازاي يلا غطس كده دلوقتي يلا ايه ده واحد لا 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 بص تنزل كده ايديك الاثنين هنا كده اي انا خليك انا تعم افرد يابا كده افرد افرد بس كده محمود عمال بيزعلني من ورا يلا يلا ها افرد دي ايوه افرد جسمك جاهز انزل يلا انزل ايوه كده يا كابتن ايه ده يا كابتن ما هو ايه ده ايه اصبر الكابتن بتاعي بيتزحلق طب يلا جاهز ما هو الراجل نزل اهو ايه اللعب بتاع دي يا اسلام بتزحلق جاهز والله دي بتزحلق يلا انجز شويه انجز شويه يا الحب يلا ايه جاهز يا ابراهيم جاهز احلى مسا عليك يا ابراهيم بصين انت يا ابراهيم جاهز ابدا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا انت ما بتنزلش عادي بننزل والله ما بتنزلش يا اسلام لا لا ضم ايدك يا ابو والله بننزل ما بتنزلش يا اسلام ما بتنزلش ما بتنزلش والله ازاي يا ما بتنزلش ما بتنزلش وري له يا محمود اهو يلا يا سولو يلا الواد اللي في عربيته يا اخي مين سيبه سيبه في الشنطه ايه ده يا كابتن مش عارف مش عارف مش عارف ايوه خسران ما خسرناك يلا اللي بعده ابراهيم يلا يا كابتن هنجرب مفيش نجرب هنا مش عارف خسران يلا ابدا يا كابتن مش عارف يا عم كابتن انت بتيجي نقطة ضعف انت الضعف يلا ابراهيم اوعى يا سيف جاهز جاهز ابدا ما اعرفش يلعب ضغط تاني والله واحد طب ما انت بتعمل كده قلت لي لا ثلاثة لا يا كابتن بتعمل كده أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية
والله العظيم كنت بنعمل كده. 9 10 والله كنت بنعمل كده يا كابتن. بس الإجابة أحسن أحسن محمود. والله العظيم كنت بنعمل. المرة الجاية هتبقى 15 ضغط في تعادل بينكم. ماشي. تمام؟ تعالوا كده. طبعًا أنت هنغير الكاميرا وتعمل. تعرفي؟ تعرفي ولا ما تعرفيش ولا تنسحبي؟ إيه؟ كنت بنعملها كده آخر الفيلم. تعرفي؟ طيب. طب نعملوا لك انت حاجه غير الضغط؟ ماشي عشان بلاش الضغط عشان برضه ما ينفعش ان انت ايه؟ اوقف على رجلي واحده. اوقف على رجلي واحده. تمام. قد ايه؟ تعالي هنا. بنعمل كده ابدا. هتقف على رجلي واحده لمده 5 دقائق. خمس دقائق يا معلم. لا مش ياما. جاهزه؟ لا ما لا يا ماما. لا يا ماما الحركه دي لا. كده يا ماما. رجليكي كده. لا ما تمسكش بايديها. ما تمسكش. لا كده. 5 دقائق. جاهزه؟ طب ماشي ما تبتدي. ابدا. ايوه كده. امسك كده ياسين سيبه يعد يا ابراهيم محمود 15 يلا محمود انزل يا محمود يلا اعملها كده يا كابتن يلا ها والله كنت بنعملها كده اهدى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 يلا ابراهيم برافو يا حوت يلا ابراهيم جاب العصا طلع ام زياد ام زياد يا جماعه طلعت عند 41 ثانيه 42 ثانيه تمام طب انا نقف انا كده 10 دقائق لا يا ابراهيم يلا 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 15 ضغط يلا 15 ضغط سيب الشغل بتاع الحريم غير شغل الرجاله يلا لازم واحد يطلع في التحدي يلا 15 ضغط زياد ما تعرفش هو جاهز قول يلا ها اسد على الله على الله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه يلا ها ورا بعض يا ابراهيم تسعه عشره 11 12 طلع ابراهيم يا جماعه زياد في العربيه ايه زياد في العربيه لا سيبي البكره وربنا تعالى محمود طبعا يا جماعه اللي اثبت فوزه محمود مفيش كلام اسلا بس انا كنت بنعمل الضغط زمان كان نفسي حد يجيبك في الضغط من زمان ما عملش الضغط وانت على التمنتاش انا عامل انت طبعا محمود يا جماعه الكسبان النهارده تمام محمود ده مش اول مره تحدي صح اول مره تحدي ويكسب مش لسه جديد بس تمام لسه جديد هيخسر احنا هنجهز له والنبي يا جماعه امان عليكم تكتبوا لنا تحديات تحت الحلقه دي تحديات تكون تحديات بجد اعمل حساب برضو ان في مفيش احنا معانا في التحدي مفيش هزار مفيش حاجه اسمها حريم كلها رجاله معاك احلى مسا عليك يا معلم قشطه معلم احلى مسا عليك يا معلم احلى رجاله تحياتي لكم يا جماعه وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس وزياد لسه في شنطه العربيه باذن الله يبقى يطلع بكره باذن الله تشوفوه في التحدي في التحدي الجاي باذن الله ومشيت ربنا تحياتي لكم ولا تعالوا نشوفوه يلا تعالوا يا جماعه نشوفوه قبل ما نقفل الحلقه نطمنه برضه انت موجود يا زياد زياد انت عايش اي والله طب انت انا مين انا مين الحمد لله على السلامه يا زياد احنا كنا سايبينك للتحدي الجاي تصدق هو تامن بيه بس ما قلتش عليه استنى بس تعرف انا كنت بنشيل كارته في شنطه العربيه ما كانتش بتعمل الريحه دي كنت بنشيل اكل الكلاب معاه في شنطه العربيه ما كانش بيعمل الريحه دي طب سيب خليه هو مرتاح تحياتي لكم يا جماعه وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير وتابعونا يا جماعه باذن الله تحديات هتعجبكم واهم حاجه عندنا في التحديات دي ان احنا نبتسم ونضحك والناس دي كلها تضحك تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته